متألقة دايما يسرى. مساء الفل وكل لحظة في عمرك كنت بخير وانت طيبين وانت كريم. طيب ورمضان كريم على الجميع, وان شاء الله كده هو تبقى سنة حلوة قوي قوي علينا كلنا. نسخن عشان يبقى الحوار مرة. هقول لك كم صفة كده وتقولي لي اذا كانت فيكي ولا لا. يسرى انسانة مثيرة للجدل, مؤكد متناقضة مع سبق الإصرار والترصد, اكيد صعب قوي تدير مشاعرها بريموت كنترول, يعني مش صعب شبه معدوم. تفتكر الصفات دي هتخلينا نقدر نعمل حوار من نار بجد؟ هو ده الحوار من نار. اتفضل سيادتك. انا دلوقتي قاعد مع الممثله يسرى ولا المطربه يسرى بعد ما تم اعتمادك رسميا في لجان الاستماع بالاذاعه والتلفزيون. هو ده فن وده فن تاني ولا هو مش كله فن واحد؟ انا بسالك. معلش تعلم, خلينا بس نتكلم كده واحده واحده. هو انا رحت تجارت في خرده مثلا, انا رحت غنيت زي ما حد سمعني وانا بغني في افلام, زي ما حد سمعني وانا بغني في المسرح, سمعني وانا بغني في شريط, ايه المشكله؟ بس لما طلعت الالبوم قلتي ان ده البوم من اغاني الافلام اللي انا قدمتها, واضفتي ليهم ثلاث اغاني علشان تقول ان انا مش مطربه, دي افلام ودي اغاني ما سمعتها. وكان الهجوم الساحق الماحق على يسرى. عايزه اقول لك بسبب الهجوم الساحق الماحق كانت ايراداتي عاليه جدا في التوزيع الحمد لله. الله اكبر. عارف انا كنت متوقعه ان ممكن يحصل جدل وممكن يحصل هجوم وممكن ناس ما تحبش, لكن انا عايزه اسال سؤال ويا ريت حد يرد عليا. ليه لما فنان في مجال اخر يخش مجال التمثيل ما بيعملوش كده عليه؟ هو نفس المجال. انا في اعتقادي ان هو, يعني انا بقول ان كل المطربين الحاليين لازم يعملوا ريبرتوار في التمثيل, يعني يعملوا افلام تخصهم, وزي ما عبد الحليم عمل افلام, وزي ما فريد الاطرش عمل افلام, وزي ما محمد فوزي عمل افلام, كل المطربين دول لازم يعملوا افلام, بس هم كانوا بيعرفوا يمثلوا. كانت مقابله محسوبه ولا مش محسوبه؟ طبعا محسوبه, مفيش حاجه من دي مش محسوبه. وبعدين عايزه اقول لك, يعني اقولها لك كده صراحه, انا مش ندمانه عليها على الاطلاق, ده انا بحبها جدا. هتعمليها تاني؟ احتمال كبير. ايه للنقد اللي قال ان يسرى رهنت بتاريخها الطويل الجميل في تجربه لن تفيدها ولن تضيف اليها؟ يعني انا بحترم نقده لانه هو ما جرحش في يسرى, بل بالعكس هو اللي بقى لي الجمله دي من وجهه نظر, ولابد من احترام وجهه نظر الاخرين. لكن الحقيقه انا عمري ما كنت اقدر اغامر بتاريخي كله علشان اغني. انا دخلت باب التمثيل من الغنى لمعلومات العامه يعني والخاصه للجميع, يمكن ده ما كانش في مجال قبل كده نتكلم فيه. لكن انا لما اتسمعت اول مره اتسمعت في الاذاعه وانا بغني, فعلى هذا الاساس استاذ عبد الحليم نصر طلب انه يشوفني, فبالتالي اخذني كممثل. ده قالوا انك هتغني في ليالي التلفزيون يا يسرى. والنبي ما اعرفش. انا زيك بقى في دي مش عارفه, بس انا ايه, انا الحقيقه دلوقتي يعني لما تيجي تقولي هتطلعي في حفله, انا عايزه اقول لك ان انا اتطلبت في حفلات كتيره جدا, فانا لما بسمع الحكايه دي بضحك. ليه؟ مع انها حاجه يعني انا ما بشوفهاش عيب, بس يعني عمري ما عملتها ولا ناوي اعملها الحقيقه يعني, فانا بقولها يعني بعلنها بس علنا كده. يسرى لن تغني في اي حفل غنائي. لا انا ببعت الفيديو كليب بتاعي وبيشوفوه, لكن ان انا يبقى في حفله يعني باسمي وانا طالعه على الهوا اغني, انا مش مطربه, انا ست مؤديه. يمكن بقى بعد 5 سنين لما استوي اكتر احتمال. عشان اغيظكم شويه زياده وانت بالذات. ليه في تطرف في مشاعر الصحافه والنقاد ضدك؟ ضدي لا, انا مش عايزه اقول كده. في بعض ناس ضدي مؤكد, في بعض ناس ما بيحبوش يسرى. ليه مش هيختلفوا عليا؟ انا متوقعه ان زي ما بيختلفوا في كل شيء وعلى كل شيء في الدنيا, حتى اشياء يعني ربنا خالقها هم كمان بيختلفوا فيها. ليه ما يختلفوش عليا؟ لا ممكن جدا يختلفوا عليا, بس باحترام. اهم حاجه انك تختلف في الراي بشكل يعني بشكل محترم, مش بشكل مستفز, مش بشكل فيه تجريح, مش بشكل يحاول ان هو
يلبسك تهم بدل ما تبقى انت مثلا بتزود. يعني ايه؟ يعني الممثل المفروض يبقى عنده ادوات انه يعرف يرقص ويعرف يسمع مزيكا ويعرف يغني او يعرف يأدي او دي زيادات، دي اجتهادات. المفروض ان الممثل يحترم ان عنده الاجتهادات دي، مش يهاجم. لو فتحت الجورنان او مجلة ولقيتي كلام تجريح واهانة في حقك بتعملي ايه؟ بص، التجريح الحقيقة التجريح مش مقبول لا ليا ولا لغيري ولا لاي حد. انت من حقك انك ترفضني، انت من حقك انك تحب شغل ليا، انت من حقك انك تشوف التلفزيون تلاقي فيه يسرى تروح رازع التلفزيون في وشي، انت حقك ده كله. انما مش من حقك تجرحني، ده شيء يخصك انت بس، ما تجرحنيش وما تفرضش رايك على الاخرين. رغم انك في معظم حواراتك بتبدي اعجابك واحترامك الشديد للمخرج العبقري يوسف شاهين، وليك جملة قلت انه بيصالحني على نفسي وانا بشتغل معاه، الا ان الناس مصرة تقول انه في توتر في العلاقة بينك وبين يوسف شاهين. يا جماعة، علاقتنا اقوى بكتير من فيلم او اتنين او عشرة. انا ما بعرفش شاهين علشان انا عرفته عشان الافلام، لكن النهاردة علاقتي بيوسف شاهين مش عشان هو بس استاذي كمخرج، لا، ومش عشان اشتغل معاه، لا، المسائل الإنسانية اللي بيننا أقوى بكتير، محدش هيفهمها لأن محدش هيتصورها. اشتغل بيا، اشتغل من غيري، يفكر فيا في ورقه، ما يلاقينيش أو يلاقيني دي حدوتة تانية خالص. أنا وهو هنفضل لآخر وقت في عمري صديقته، حبيبته، أخته، صاحبته، تلمسته. انا وهو حدوته كبيره، يعني عيلتي. شاهين ده عيلتي، حدوته مصريه، ده عيلتي، ده صاحب عمري. بس امام اللي عملتي معاه 14 فيلم وبيشكلوا جزء كبير جدا من تاريخك، بداوا فيلم شباب يرقص فوق النار. مؤكد الناس ليه حاسه انك مخصماه؟ ما اقدرش اخصمه بدليل ان هو جه وبارك لي اول ما عملت المسرحيه الجديده، او اول ما مضيت مع عصام اخوه. اول واحد كان عندي في المسرح كان عادل امام، وفرحان ان انا بشتغل معاه، لان اصل آلة امام برضو عيله بالنسبه لي، ما هواش برضو فيلم ولا اتنين، يعني كل الاماميه دولت اهلي. فيعني يسرى امام انا يعني انا اسمي يسرى امام، مش هزار يعني. الاسم التاني ده يعني كده. قلتي انا مش راضية عن دوري فيلم الوردة الحمراء. لا انا ولا ايناس الدغيش. عملتي لي؟ لا، ما انت لما بتعمل فيلم ما بتكونش عارف انه هيطلع كده. انت لما بتنقي موضوع عمرك ما بتنقي موضوع لا عشان تاخد جايزة مبدئيا، ولا علشان ان الموضوع يطلع وحش منك. لكن بتصادف ان في ظروف في كواليس الحياة بتاعتنا احنا الجمهور ملوش دعوة بيها، بتحصل انك انت ما بتبقاش في حاجات ممكن تفلت مننا، في حاجات ممكن تفلت مننا، زي الطبخة. زي ما تعمل طبخة وتروح فلتة منك، مش معناه انك ما بتعرفش تطبخ، لكن بتحصل ان في حاجة ملحها يطلع زيادة مش عارفة ايه. طبعا مش مسؤولية اي حد غيرنا، احنا لا نتملص من المسؤولية وغلط، لكن بيحصل. وما فيش حد في العالم كله مهما كان كبر نجوميته، مين ما كان هو كنجمة او كنجمة، ما بيعملش افلام عبقريه وفي نفس الوقت ما بيعملش افلام نص نص. بتحصل، وليه افلام فاشله. انا في بدايه حياتي كان ليا افلام كتير جدا ما بحبهاش. دي ايه؟ لا ولا عمري هقول لك افكرك ليه. دي حكايه دي كمان، ده انت غريب قوي. بيقولوا ان جيل الشباب هدد جيل يسرى. ليه؟ في ايه؟ سحب البساط من تحت رجليه، سرق الاضواء. تصدقوا انتوا اللي بتقولوا الكلام ده؟ محدش. سرق النجاح. والله العظيم ما حد بيقول الكلام ده غيركم. احنا لا بنحس بده ولا في دماغنا الكلام ده. واذا ما فيش ماضي ما فيش حاضر وما فيش مستقبل. واذا ما كانش في سعاد حسني ما كانش هيبقى في نجلاء فتحي، ما كانش هيبقى في مربت، ما كانش في فاتن حمامه، ما كانش في هيبقى سعاد. ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعه ان احنا طول ما احنا بدل ما نمشي ومساحة
تقضي كل الناس، لان مش هيحصل تاني النجوم اللي اتعملوا، يعني هيحصل نجوم غيرهم بس مش هم، مش هيتكرروا هم تاني. يعني مش هتتكرر سعاد حسني تاني، مش هتتكرر نجلاء فتحي تاني، مش هتتكرر فاتن حمامه تاني، مش هتتكرر يسرى تاني، ومش هتتكرر يسرى تاني. بس ممكن يبقى في حد تاني بشكل مختلف شبه او احسن او على مستوى مختلف اعلى. ليه لا؟ ممكن تشتغلي مع الجيل الجداد دول؟ بشتغل معاهم طول عمري. لجوء نجوم السينما للتلفزيون دليل افلاسهم السينمائي، يعني شهر رمضان اللي احنا فيه دلوقتي معظم مسلسلاته بطولة اشهر واكبر نجوم السينما. ليه سابوا السينما وراحوا التلفزيون؟ طب ما انا كنت السنة اللي فاتت في التلفزيون. التلفزيون النهاردة في كل بيت، في كل حتة فيك يا مصر، على القهاوي، في البيوت، في الصحراء، في كل حتة. لو انا عندي موضوع جيد ليه ما اطلعش بيه في التلفزيون؟ يعني انا هو سلاح التلفزيون مخيف في حالة واحدة بس، انك ما تطلعش بموضوع على المستوى يخصم منك، يعني يخصم منك، ياخد منك. لكن لو طلعت يزودك. يعني اوان الورد زودني، حياة الجوهر زودني، المواضيع اللي اخترناها واشتغلنا فيها مؤكد زودتني. لكن ما ينفعش ابدا عشان زودتني اطلع كل سنة. بمناسبة التلفزيون، قالوا ان انت هتشتغلي مذيعة زيك ونفسك؟ لا طبعا، لا. احسن مني لا 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 لا، مش هيحصل. لا هو كان اقتراح فعلا ولكن انا تراجعت عنه. يعني كان اقتراح وفكرنا فيه بشكل، يعني قلت طب ايه ممكن يكون الموضوع اللي يخليني اعمل مذيعة دلوقتي، او اطلع اعمل انا انترفيو مع حد. اذا ما كانش موضوع مختلف تماما عن اللي احنا بنشوفه يبقى بلاش اعمله، وعشان كده تراجعت. يعني بتحب المغامرة والجرأة؟ يا عم استنى، ما يمكن اخش لك في حاجة انا مش عارف، نجي لك السنة الجاية بكارثة. ما تزقش. يسرى اكبر ممثلة في تاريخ السينما المصرية دلوقتي، وفي نفس الوقت اكتر ممثلة ترفع عليها قضايا. ده تناقض ولا شيء طبيعي؟ هقول لك حاجة، انا ابتديت اخده ك كومبلمنت، مجاملة. هتقول لي الست دي مجنونة، هقول لك لا، يبقى معناها ان ليا رد فعل عالي، فبالتالي ليا تأثير، فبالتالي يبقى ده شيء مهم. يسرى، تفتكر صراحتك ازاي ده ساهمت في تشكيل صورة اعلامية معينة استغلها البعض ضدك؟ طبعا مساحة الصراحة لازم تبقى محسوبة بشكل او باخر، وانا مرات ما بحسبهاش، زي ما بكلمك كده النهارده ما بحسبهاش. ممكن حد ياخد اي كلام ضدي، وممكن حد ياخده معايا، وممكن حد يحترم صراحتي. انا ما بعرفش انافق، ولما بكون متضايقه بيبان عليا، ولما بكون زعلانه بيبان عليا، ولما بكون مش راضيه عن مواضيع معينه بنتناقش حتى فيها. يعني لو انت دلوقتي فتحتني في موضوع هتحس على طول ان انا متضايقه منه، يبقى ما بعرفش انافقك. ومعرفش اكون بوشين، فانا بقول اللي في قلبي. ان حد ياخده ضدي اللي في قلبي براحته بقى، هو اللي تعبان مش انا. استثمر صراحتك، قلتي انا عندي الجرأة اعترف بالفشل في حياتي طبعا. لكن المصيبة ان هما بيفشلوني بالعافية. استثمر جرأتك وصراحتك وتقولي لي فشلتي في ايه؟ لا، فشلت في اختياري طبعا في زواجي اللي فات. مؤكد. مؤكد، لانه كان يعني كنت متسرعه فيه واخترت غلط. يمكن هو احسن بني ادم في الدنيا بس مش ليا وانا مش ليه. يعني دي حدوته مؤكد، اعترف ان انا لما تسرعت فانا دفعت ثمن هذا التسرع. انت فيك عيب خطير. ما تحبيش تكسفي حد، حتى ولو كان على حساب مشاعرك او فني، وده ممكن يكون بيأثر عليك وبيخليك ترتكبي جرائم أو أفعال كتيرة في حق يسرى. اللي هي إيه بقى الجرائم؟ إنك ممكن تقبلي فيلم الدور فيه ما يبقاش على نفس المستوى اللي أنت طالباه، لكن بتجاملي إيه مخرج في الفترة الأخيرة. تعالى بقى نتكلم، أنا عايز تتكلم. زي إيه بقى في الفترة الأخيرة؟ ها ها،
بقول اوان الورد ولا العاصفة ولا الوردة الحمراء، مع اني انا ما بحبش الوردة الحمراء بس بحب اغانيه جدا بالمناسبة. عجبك دورك في كلام الليل؟ كلام الليل الفيلم جريء بس انا ما بحبوش. ما بتحبيش الفيلم ولا دورك؟ ما بحبش الفيلم. في اسرح من كده بقى؟ في حاجة كده؟ هفكرك بتجربة مؤلمة جدا بس عايز اعرف منك اتعلمتي منها ايه؟ ايه هي؟ الفيروس اللي كان في الاذن عندك وانتقل للجمجمة وكاد ان يصل للمخ لولا ستر ربنا. دي كانت يعني هو بص ربنا اللي انقذني، يعني ربنا مفيش اي حاجة تانية الا هو اللي امتحني وهو اللي انقذني ولوحده، لانه يعني انا كنت مقرره اني اركب طياره وانا في الحاله دي، ولو كنت ركبت الطياره كانت بضغط الطياره كان ممكن الفيروس يوصل المخ وكان اتكل بقى. وكنت ما لقيتش في الطياره، اتلغت كل الطيارات يوميها. كنت هركب بالتي جي في عشان اطلع على سويسرا اني كنت راح ازور حد مريض هناك، اتلغى لان الاحوال الجويه كانت وحشه جدا. فاروح على الاوتيل فالراجل بتاع الكونسيرج لما يشوفني يتخض لدرجه ان هو يقول لي اطلب لك الاس او اس، ما احنا اجازات، اطلب لك الاس او اس. فقلت له لا مش للدرجه دي، وكل ده انا مش حاسه انا بقى منظري ايه. حاجه كنت مخيفه زي اللي نازلين من القمر. الحمد لله على سلامتك. بس هقول لك، بتخرج من تجربه مرض او محنه مرض بتقول ده احنا عندنا نعم عظيمه وما بنحسش غير لما بنتقرص قرصه كده تطلع بالدم. فمن باب اولى نحمد ربنا على كل صغيره وكبيره بيديها لنا، حتى الوحش لانه بيعلمنا. حتى المحن لازم نحمد ربنا لانه كريم قوي معانا واحنا مش حاسين بكرمه كفايه. ايه الصوره اللي بتتمني ان الناس دايما تحفظها عنك؟ الصوره اللي مش الحقيقيه اللي مش بيحاولوا يشوهوها بعض الناس اللي هم قاصدين انهم يشوهوا صورتي الحقيقيه بعيوبها بحلاوتها بايجابياتها بسلبياتها بضعفها، لاني انا اولا واخيرا بشر، ولما يتعاملوا معايا بيتعاملوا معايا من المنطلق ده، مش بس ان انا فنانه، انا بشر اولا واخيرا. انا ليا اختيارات سيئة، ليا اختيارات جيدة، ليا ابس وداونز، يعني ازاي اقولها لك، يعني زي اي حد. الفرق ان دي مسلطة عليا اكتر منهم والاضواء متسلطة عليا اكتر من اي بني ادم تاني. بس السؤال ده فضلت أأجله وهيكون وحش لغاية ما يبقى آخر سؤال. هقوله رزقي على الله. يوعى خير، اللهم اجعله خير. امتى؟ أيوة تفكري ها؟ تعتزلي يوم ما أحس إن الكاميرا بطلت تحبيني، ويوم ما أحس إن أنا ما يصحش أقف قدامها. بس غير كده ما يا رب ما يجي اليوم ده يا رب. كل رمضان وانت بألف خير وسعادة وأسعدتينا، وانت بألف صحة وعافية ومتألق وانتوا يا رب كلكم بألف خير وسعادة وراحة بال.